فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، أنا من مدينة جدة وأدرس في جامعة الإمام، ومدة في جامعة الإمام في أي مكان؟ في فرع القصيم. نعم. وتستلزم دراسة 4 سنوات، نعم. فهل أكون مسافرا أم أكون مقيم؟ نعم. وإذا كنت مسافرا فهل إذا رجعت إلى مدينة جدة للزيارة فهل أكون هناك مسافر أم مقيم؟ أما على رأي الجمهور فإنك مقيم، مقيم غير مقيم، مقيم في وجوب إتمام الصلاة وفي لزوم الصوم في رمضان وفي الاقتصار على يوم وليلة في المسح الخفين، غير مقيم في الجمعة فلا يكمل بك عدد الجمعة، ولا يصح أن تكون فيها إماما، ولا يصح أن تكون فيها خطيبا. هذا هو المشهور عند فقهاء المذاهب، ولكن الراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية أن الناس ينقسمون إلى قسمين فقط: مستوطن ومسافر. ومثل المستوطن من أقام إقامة مطلقة غير مقيدة بعمل ولا زمن، وعلى هذا فيكون إقامتك في القصيم للدراسة مع النية الجازمة بأنك سوف تغادر القصيم إذا انتهت الدراسة، تكون مسافرا على هذا الرأي. وإذا رجعت إلى بلدك فإنك مقيم، لأنك رجعت إلى محل استيطانك، فعليك أن تتم في بلدك ولك أن تقصر في هذا البلد الذي أنت تقيم فيه للدراسة. لكن بالنسبة للصوم نرى أن لا تتأخر في صوم سنة إلى سنة أخرى، لأن ذلك يتراكم عليك وربما تعجز عن قضائه في المستقبل. نعم.